كتجيني بزاف النهجه وخنقه. اليوم ان شاء الله غادي نمشي عند الطبيبه ندير واحد كونسلطاسيون ونشوف اش غادي تكون ليا. ديجا درت الراديو وكلشي ولكن صراحه بزاف هادشي اللي ولا كيجيني. المهم انتيكم معايا وديروا معايا الله يشافيني الله يشافي جميع المرضى يا صدق. يلا على بالك ما تمشيو. وكانت صدمه كتصدمني الطبيبه تقول لي بان هذا المرض الحساسيه يعني راه ما عندوش العلاج نهائيا. كيبقى بنادم كيتعايش معاه الا ما تزاد ما كيتنقص يعني كيبقى بنادم كيتعايش معاه حياته كامله صافي. المهم قالت لي بان زعما عندي بدايه ديال الضيقه وقالت لي خصني نقص في الوزن شويه و خرجت لي واحد التريتمون ديال شهرين يعني نتبع الدواء مدة ديال شهرين. خرجت لي شي جوج ديال الفانيد وخرجت لي رشاشة ديال النيف وخرجت لي الرابوز داك فولتولين وخرجت لي التقاطر ديال العينين. انا خديتهم خديت التريتمون ديال شهر باقي لي ديال شهر. البنات خرجت لي هادي هي اصلا كانت عندي انا هادي كنت كنستعملها هادي صراحه فاش كيتخنقوا لي نيوفي كندير جوج رشات الصباح كيتسرحوا انا نكمل هادي عاد نبدا هادي. خرجت لي هاد التقاطر تاع العينين هما خديت جوج حيتاش ما غاديش تقدني وحده. خرجت لي فونتولين كيف ما كتشوفوا البنات راه هضرتي غير سمحوا لي ولا القسم ماشي الخاطر هذاك التنفس اللي عندي ضعيف. ها هي وهذا هذا الفانيد هذا روميلاست هذا ديال التوشت ديال التنفس يعني كلشي ديال الحساسيه البنات. المهم هذا حتى هو غنتبع مده شهرين وهذاك الاخر حتى هو مده شهرين يعني غنبقى ناكل ديما فانيده بالليل وهذا الاخر. المهم هادشي اللي خرجت ليا هادو مازال غنزيد منهم جوج يعني واحد واحد وهذه حتى هي هادي خصها هادي ما كتخطانيش كان اصلا هادي خصها وقت ما سالات كناخذ ديما ريزيرف عندي في الدار حتى ديال خططني هاد الايامات كيف شفتو نهار السبت فاش خرجت للمدينه انا راه ما عنديش مع الكواتشه الا نزلت الكواتشه كيضروني في صدري كيولي كنتخنق تجيني ديك الازمه وكانت هادي جيت نشوف لقيتها تقادت ليا
هادي ما خصهاش تبقى تقاد عليا نهائيا، اللي خصني نبقى ديما ندير عليها بحسابها. عندي نشري جوج، عندي وحده وتبقى وحده، نستعمل الاخرى نجيب الاخرى. يعني هادي ما خصهاش البنات اللي كيستعملوها، البنات هادي ما خصهاش تخطاكم نهائيا، حيت بنادم ما كيعرفش امتى غادي تجي ديك الازمه. الله يحفظ، فاش كتجيك ديك الازمه راه ما بقيتش كتعرفي، كتحسي براسك شنو كتبغي، غير شي حاجه اللي تنفس عليك وصافي. ايوا صافي على البنات، هادشي اللي كاين. هادو التقاطر حيت قلت ليها بحال دابا كانت شي ريحه ماشي هي هذيك، ولا بحال كي قلت لكم الريحه في ايوا صافي على البنات، هادشي اللي كاين. دعيو معايا بالشفاء، ودعيو مع الجميع كاع اللي مريض، وكاع اللي واللي عنده صحته الله يخليها عليه. وطلعوا البنات في صحتكم، ما تهملوش صحتكم، راهي مشات الصحه كيمشي كل شيء، ما كيبقى حتى شي حاجه. كتحسي براسك بانك عندك واحد النقص في شي حاجه. بحال دابا انايا مثلا كنكون كنهضر معاكم تنتخنق، بحال دابا كيف ما كتسمعوا هضرتي، الا كنت غير تنهضر هضرت بزاف كنحس براسي كنهج، بحال زعما حيت هاد الفاني تخرجت لي على قبل النهجه، بحال زعما راني غاديه وكنهضر. علاش بعض المرات في لي فيديو ما كتشوفوني حتى المونتاج عاد كنهضر، كان ما تنقدرش صراحه الله ما كنقدرش. ايوا البنات دعيو معايا بالشفاء الله يشافيني، ودعيو مع الجميع، واللي مريض الله يشافيه، واللي مريضه ليه ميمتو ولا با الله يشافيهم ليه ويخليهم ليه، واللي عنده صحيحته الله يخليها ليه. هادشي البنات اللي كاين. المهم انا راه كنبغي نشارك معكم اي حاجه، سوا زوينه سوا خايبه. نتمنى البنات تبقاو ديما متتبعات وفيات ليا. المهم ما تنساونيش من لي بارطاج ديالكم، واللي الدعوات في لي كومونتير ديالكم، راني محتاجاهم البنات بزاف. وما تنساوش تبارطاجيو لاشين ديالي مع الاصدقاء ديالكم والعائله ديالكم. يعني بغيت واحد شويه ديال التعاون منكم. يعني انا قناتي باقي صغيره بزاف، يعني كيف ما كتشوفوا راه باقي خاصه بزاف ديال الخدمه. وانتوما هما كلشي، نتوما اللي في يديكم تطلعوا هاد القنوات، نتوما اللي في يديكم تهبطوها. المهم ما نطولش عليكم، خليتكم على خير. تهلاو ليا فراسكم وبسلام.